أبو راشد، حبيت أسألك عن التشفير. طبعا هاي فكرة جديدة في دورينا، حبيت أعرف رأيك في التشفير نفسه، هل هو أفاد المسابقة، هل هو أفاد الجمهور؟ والله إذا بتكلم عن الاحتراف، التشفير شيء مهم طبعا في المستقبل، بيكون طبعا مثل الدوريات الأوروبية ونظام التشفير معتمدين قبلنا بسنين وسنين. صحيح. بس طعملك عندي ملاحظة اللي يعني يمكن أن نكون سابق الأوانة. نحن عندنا ممكن الواحد أن يحصل الخاصية هاي، بس من برا نحن بنكون محصورين داخليا في موضوع التشفير. ومن رأيي أن يمكن أن يكون سابق الأوانة، أما كفكرة فكرة جيدة، فكرة خطوة جيدة للاحتراف للتقنية. ولا تنسى أنه بيكون دخل إضافي، بس يبالها دراسة. الآن بنتحدث على موضوع مهم جدا، بعد ما استمعنا لكلام براشد في موضوع التشفير نتحدث عن الاستثمار، ونحن في عصر الاحتراف. مسألة الاستثمار، وأن الأندية يجب عليها أن تعتمد ذاتيا على نفسها في مسألة الدخل، خاصة وأن الأندية الآن تصرف بشكل أكبر مبالغ كبيرة في دوري المحترفين، وخاصة في هذا الموسم. تعليقك براشد على هذا الموضوع. كلامك في محله أخوي هيثم، والحكومة دائما ما بتقصر. صحيح. في أي رياضة اليوم، نحن أنا بتكلم بشكل عام، أي رياضة بتمارسها اليوم، مارست عملك سباقات الخيل في الاندرانس او الفلات ريس او سباقات الهجن او الكره او اي شيء، الحكومه بقيادتنا الرشيده تدعم كل رياضه. اي شيء تبدع فيه وبتتجه له بتنتج فيه وبتحصل خير فيه. صحيح. ليش؟ لان الحكومه تدعم الرياضات وتدعم المواهب، واللي عنده موهبه تاخذ بيده وتشجعه، وبالعكس تدعمه وتوقف وياه لين يوصل الهدف المنشود اللي يباهو، لا وتزيد بعد أكثر. عرفت؟ بس لين متى؟ اليوم طعمرك الإنسان والإدارة في كل رياضة نطالب منهم أن نحطون خطط استثمارية. أبسطها النوادي الحكومة ما بتقصر تدعمهم. واليوم إذا بغيت الاحتراف، اليوم راتب اللاعب يختلف عن قبل. صحيح. اللاعب لازم يكون متفرغ تماما للرياضة هاي وكرة القدم. صحيح. لازم توفر السبل للراحة، أن يكون مرتاح نفسيا عشان يبدأ عمليا في الرياضة اللي هو يمارسها. رياضة مكلفة، إن كان طعمرك في الاحتراف، اللعيب اللي يجون من برا، العقود مكلفة، المدربين طبعا مكلفين، عقودهم كبيرة. نعم. وثاني شيء، حتى اللاعبين المواطنين أصبح لهم اتجاه كامل وتفرغ كامل لهذه الرياضة. بحيث أنك لازم أنك توفر له الراحة النفسية والاستقرار. صدق زهير، يمكن براشد كثير من الناس ما تعرف هالمعلومة، ويسمح لي أنا بقولها، كانت لك تجربة استثمارية من هذا النوع مو في مجال كرة القدم، في مجال سباقات الخيل. تكلمني عنها شوي براشد. والله كنا في سباقات القدرة، كانت عندنا سباقات تكون محلية وسباقات دولية، ودائما نكون بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد إبراهيم المكتوم، دائما يدعم السباقات الخيل من حب لها، لأنه هو الأب الروحي لهذه الرياضة. صحيح. وكنا نرعى سباقات تكون داخلية وخارجية. الداخلية كان دعم الحكومة، فكرنا في مشروع الله يطول عمره، تكلمنا عن المشروع أن نكون نفس الهدف اللي تكلمت عنه، قال سووا فندق في جنب القرية سباقات القدرة. سوينا يعني تعرف أنت منطقة تبعد 40 كيلو عن دبي. صحيح. بعيدة، فكرنا في 2 ستار 3 ستار على أساس أنه ما حد بيروح أنه بيوصل المنطقة هاي الناية، ويمكن يكون مزدحم بس ايام السباقات بس. وحسبها كم سباقات عندنا، يمكن 10 سباقات 12 سباق 8 سباقات في السنه. فكرنا فيها، قلنا نحن ما نبغى ان نسبق الاحداث ونبدا بشيء قليل. اول ما عرضنا الفكره على سمو الله يطول عمره قال لا سووا 5 ستار. كان قرار صعب و
شجاع في نفس الوقت دائما هو يسبق الأحداث ويسبق الزمن ويسبق عصره. مو بس في هذا، في أمور كثيرة نحن ما بنتكلم عنها طبعا، لأن عنده بعد نظر وعنده دائما يسبق الأحداث. ونحن توهقنا قلنا الحين فايف ستار يمكن نحن يستوي المشروع وباش يكون فاضي مثل الأطلال. ونظرت سموه الله يطول بعمره كانت في محلها. اليوم يمكن رحت في الصيف ورحت في الشتاء ما بتحصل حجز إلا إذا حصلت حجز مسبق، عرفت؟ والحمد لله أصبح اكتفاء الدخل ذاتي. أصبحت الرياضة هذه تدعم نفسك. أصبحت الرياضة منها وفيها الدخل منها وفيها. رغم أنه بدأ في منطقة يعني مو منطقة حيوية، مكان المشروع مثل ما نقول في شارع الشيخ زايد ولا في منطقة بعيدة. منطقة نائية. صحيح. بس الحمد لله يعني أنت اليوم من الإمارات كلها ودبي بشكل عام فيها، وين بتحط ريلك فيها بركه. صحيح. ولو بتحط لك حطبه في اي مكان في فيها في في الارض الطيبه هاي فيها بركه. صحيح. بتنتج بتحصل خير. سبحان. وهذا طاملك كله بفضل شيوخنا الله يطول عمرهم وتوجيهاتهم ودعمهم، والحمد لله يعني كل شيء. احنا يعني صراحه معلومات جميله، ويمكن نقاط مهمه ذكرها براشد في هذا المحور تحديدا وحتى في محور التشفير. والتقينا معه في العزبة وعرفنا ميوله في كرة القدم، وأعتقد هالسنة ناوي على الدوري فريقه. ها هو يلف ويدور ترى حق هالسؤال من الصبح يعني هو بدأ يعني الحين أنت هاي أنت تبغى تقول إن الدوري أنا ما قلت الأحمر. لا أنا ما قلت أنا نحن أنا أتمنى أن تكون نتيجة على ما هي عليه ما تغير. خلاص المركز الاول ترى المركز الثاني وراء عكيفهم، الثاني والاخير واحد عنده واحد. عرفت؟ صحيح. بس اتمنى ان تكون النتيجه على حالها، واتمنى من كل قلبي التوفيق للفرق الثاني. بس على المركز اللي تحت الاول ها ودم احمر. احنا نشكر براشد زهير، ما قصر صراحه، ما قصرت براشد، واستمتعنا نحن في هالزياره ما شاء الله ما قصرت. ومن وصلنا لين الحين احنا جالسين وياك مستمتعين، والستاف اللي ويانا اللي خلف الكاميرا كلهم مستانسين ومستمتعين. ونحن نشكرك على هاي الدعوة. الله يطول عمركم. أنا أشكر أخويا زهير وأخويا هيثم وجميع العاملين والموجودين اللي متواجدين عندنا في الموقع، وأشكر قناة دبي الرياضية اللي هي متواجدة مش في الملاعب، أصبحت في الملاعب في العزب في المخيمات في كل شيء يختص بالرياضة. أصبحت القناة الشاملة للرياضات يعني ما شاء الله. اليوم أنتوا في نص البر وفي العزب وهالدراجات وفريق سكاي دايف، ما شاء الله عليكم. بعد بديت الرياضات كلها. الله يطول عمرك. وكلهم مجهودكم، وأشكر جميع القائمين على هاي القناة. الله يطول عمرك. براشد كلمة أخيرة لبرنامج جرب البطولة. أنا براشد يمكن من أشد المتابعين لبرنامج جرب البطولة، وهذا شرف لنا طال عمرك. نحن طال عمرك دائما نتابعكم ومواضيعكم شيقة وجميلة، وأنتم تنقلون الصورة الواقع للمشاهد اللي ما يوصل. صحيح. الحين نقلكم الحدث هذا والمكان هذا أو في كانكم أنتم دخلتوا بيت ووصلتوا الصورة، وهذا مجهود تشكرون عليه وبيض الله. هذا واجبنا. مشكور يا براشد. مشكور.